أهلا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل. في اهتمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الطبية اللي بتتقدم للمواطنين، ويمكن هدفها هو توفير الحماية الطبية لجميع أفراد الأسرة المصرية. وشفنا المميزات الكتيرة قوي اللي بتطرحها، زي مثلا خدمة طبيب الأسرة، الخط الساخن اللي موفراه عشان المواطنين يقدروا يتواصلوا مع الأطباء أو طبيب الأسرة، فحص وعلاج وخدمة 24 ساعة، والرعاية الأولية حتى لو في مواطن محتاج أنه يبقى موجود أو يعني تحجز في المستشفى زي ما بيقولوا، ده كمان متوفر. في تكليفات في الحقيقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمتابعة مستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة اللي في الحقيقة مهمة جدا جدا. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن منظومة التأمين الصحي الشامل من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا أستاذة بسنت. أهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا يا دكتور عوض. أهلا بيك يا فندم. طيب، حابين حضرتك تكلمنا عن التوصيات الخاصة بتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل واللي أعدها البنك الدولي. لا حضرتك، هو البنك الدولي مساهم في عملية الترتيبات، لكن هي المنظومة يعني معمولة بطريقة مصرية 100% وعلى أعلى مستوى. طبعا احنا كلنا عارفين كان في تامين صحي قبل كده وما زال مستمر، كان له بعض المشاكل وكان له بعض السلبيات، وكان بعض رضا المنتفعين اللي هم مستقبل الخدمه او مقدم الخدمه، الحقيقه الاثنين ما كانوش راضيين لاسباب كثيره جدا بنحاول نصلحها دلوقتي. تصليح هذا بيتاتى بتطبيق نظام التامين الصحي الشامل، وبدأ فعلا في بعض المحافظات، وتدريجيا سوف يغطي مصر كلها. يعني حضرتك هو بدأ في بورسعيد، في الأقصر، حاليا هيكون موجود في الإسماعيلية، جنوب سيناء، بعض المحافظات الأخرى. وكان في توجه ان يبقى في تطبيق في احدى المحافظات الكبيرة فيها كثافة سكانية، واحدة في الوجه البحري واحدة في الوجه الإبلي، يعني في الدلتا وفي الصعيد. بدون شك يعني احنا كمان يعني كل الجهات الطبيه بتسعى ان يكون في تامين صحي شامل. المنظومه الصحيه والخدمات الطبيه بقت كتيره جدا وبقت متطوره وبقت مكلفه جدا. فكون الواحد يبقى معاه بطاقه تامين صحي او حتى يستخدم الرقم القومي فانه يطلب الخدمه الطبيه زي ما حضرتك قلتي، اي نوع من انواع الخدمه دي، حاجه مهمه جدا جدا جدا. والتأمين الصحي فنم أو الرعاية الصحية هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي الخدمات الصحية الأولية أو زي ما حضرتك قلت طب الأسرة، دي فيها الغالبية العظمى من الخدمات، ودي بتغطي أكبر عدد ممكن من الناس وليها مواصفات معينة ومعايير موجودة من زمان لكن لم تكن تطبق في وحدات طب الأسرة، بحيث تبقى موجود في خدمة صحية في طب الأسرة لكل مجموعة من المنتفعين في المتوسط 1000 أسرة، يعني 5000 شخص، بحيث أن المنطقة اللي تخدم هذه الرعاية الصحية الأولية ما تزيدش أبدا عن 5 كيلو. وبعدين دي بتقدم كل الخدمات الأساسية، يعني الخدمات الأولية يعني المرضى اللي عندهم أمراض عادية بتعالجوا منها، حديث الولادة، الولادة الطبيعية، عدة معايير محطوطة حزمة من الخدمات يقدمها طبيب الأسرة. ثم ينتقل إلى الخدمات الطبية الثانوية اللي هي سكند كير، ودي بتشمل أيضا حزمة من الخدمات المعروفة والمبرمجة اللي يقدر تقدمها هذه الخدمة للمنتفعين. ثم نصل بقى إلى المستشفيات الكبيرة، المستشفيات الكبيرة والمتخصصة جدا زي المستشفيات الجامعية، زي القلب، زي الصدر، زي العمليات الكبيرة، زرع الأعضاء، دي بتقوم بيها الخدمات الطبية الثلاثية اللي هي ذات مستوى رفيع جدا. إذا قسمناهم سيادتك بنسب مئوية هيطلع 75% إلى 80% هي الرعاية الأولية، و10% إلى 12% السنوية، ثم الباقي الخدمات اللي هي رفيعة المستوى أو المتقدمة جدا. فطبعا
طيب كل دكتور، المرضى بيسعوا لهذا. ايوه وبعدين بتتم بقى هذه المنظومه بهيئه الرعايه الصحيه اللي هي بتقدم خدمات التامين الصحي. طيب فسيادتك هي منظومه. أيوة. منظومه موجوده وبدا تطبيقها فعلا وتنتشر في كل المحافظات اتباعا. طيب دكتور عوض، لو اتكلمنا يعني على ارض الواقع النهارده، لو انا مواطن في بورسعيد أو في أحد المحافظات اللي بالفعل تم فيها وضع يعني آليات مشروع التأمين الصحي الشامل عليه، أستفيد إزاي؟ أروح فين؟ أعمل إيه؟ الرقم القومي بتاعي ميزته إيه في هذا الأمر؟ اتفضل فندم. بتروح للطبيب أولاً، خلينا نقسمها نوعين، الخدمات الطبية الروتينية والخدمات الطبية العاجلة أو الطوارئ. فانت تقدر بالبطاقه التامين الصحي بتاعتك في كل المراكز اللي منوط بيها تقديم الخدمه تروح تتولى يعني تتلقى هذه الخدمه في هذه المراكز. مع واحد جاله زايده حاده او جاله الم كلوي، مرض كلوي او اي حاجه عاجله الساعه 2 بالليل، هينزل بالبطاقه بتاعته يروح احدى المستشفيات اللي هي بتعامل مع التامين الصحي وبالكارت بتاعه يتلقى هذه الخدمة. في حاجات بقى قديمة أو مزمنة روتينية، ده بيروح العيادات الخارجية الملحقة بمراكز الخدمة. وعايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، إن هيئة الرعاية الصحية تدريجيا سوف تستفيد من الخدمات من كل المؤسسات الصحية في مصر، لأن في الآخر هيبقى هو تأمين صحي شامل. فكل خدمة صحية تقدم على أرض مصر بصرف النظر عن تبعية أو اسم هذه المؤسسة، عندما تتعاقد مع هيئة التأمين الصحي وتاخد الاعتماد بالجودة والمراقبة من هيئة الاعتماد والجودة، تستطيع أن تقدم خدمات التأمين الصحي. فسيادتك معايا أو مع سيادتك البطاقة نروح المكان اللي احنا عايزين فيه الخدمة، سوف تتلقى هذه الخدمة. طيب. حاجة محتاجة عيادة خارجية بيتم التعاقد، بس مش المستشفيات المعتمدة، عيادات الأطباء، الصيدليات، مراكز المعامل، الإشاعات التي تعتمد من هيئة الاعتماد إن هي تقدم هذه الخدمة بجدوى ومعايير معينة، فيستطيع المنتفع أن يذهب إليها ويتلقى هذه الخدمة. طب دكتور عوض، يعني انا كده ممكن لو انا عندي تامين اروح لدكتور خاص اكشف عنده والتامين يغطيني؟ لو سيادتك الدكتور عوض متعاقد مع هيئه التامين الصحي، وهنا احنا اتفقنا ان كل الجهات سوف تتعاقد معها التامين الصحي بشرط معايير معينه يتم تطبيقها حضرتك. يعني الحاله دي ان الدكتور نفسه او العياده نفسها تبقى متعاقده مع هيئه التامين، سوف يستفاد منه لتقديم هذه الخدمه. طب لو انا مواطن في القاهره يا دكتور ورحت بورسعيد، هل عشان بطاقتي القاهره اعرف اتعالج ولا ما اعرفش اتعالج؟ ايوه فندم، في اي مكان. دي نقطه مهمه جدا حضرتك قلتها جدا. ليه؟ إن إحنا بلد متحركة. بالظبط. يعني سيادتك ممكن تروح الصيف في بورسعيد، ممكن تروح الصيف في الغردقة، ممكن تروح الساحل الشمالي، ممكن عملك أنت ساكن في المنوفية لكن عملك في القاهرة. فإذا بطاقة التأمين الصحي بتاعت حضرتك وبتاعتي تديني الحق إن أنا أتلقى الخدمة في أي مكان تابع للتأمين الصحي. طب دكتور حضرتك كنت بتتكلم عن الجودة من شوية، ازاي هيتم تقييم او يمكن مراقبة مقدم الخدمة الطبية؟ ما اعرفش حضرتك، يعني عايز اشرح لحضرتك ان التأمين الصحي فيه ثلاث هيئات. في هيئة التأمين الصحي الشامل، غير التأمين الصحي القائم حاليا، دي هيئة برضه. خلينا مع الشامل دلوقتي. حضرتك في هيئة هي عملية بتتلقى الأموال، التنسيق، الصرف والاعتماد. بعد كده في هيئة خدمات الطبية أو هيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمة الصحية. الهيئة الثالثة هي الاعتماد والجودة والرقابة.
أنا قدمت عشان عندي مؤسسة صحية عايز أعتمدها لتقديم خدمات التأمين الصحي. بتيجي الهيئة دي حسب معايير مقننة تتوافق تماما مع المعايير العالمية باخد الاعتماد والجودة بكل المعايير، والهيئة أيضا تتولى الرقابة على تقديم هذه الخدمة. الهيئة التأمين الصحي الجزء المالي بيصرف التأمين الصحي، وهيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمة بالأسعار المتفق عليها والرسوم المتفق عليها. المستهدف كام؟ يعني العدد اللي الدولة مستهدماه في وصول عدد المشتركين في هذه المنظومة كام مليون يا دكتور؟ لا يا فندم، الشعب المصري كله. أنت كل. بتتكلم سيادتك تدريجيا، احنا بدأنا بورسعيد كلها، ثم الأقصر كلها، ثم يعني بقى أصبح نظام تأمين صحي شامل. افرض إن حضرتك أو أنا مش عايزين نتعارك في التأمين الصحي، اتعارك على حسابك. إنما طالما أنت مشترك في التأمين الصحي، فالتأمين الصحي يقدم لك هذه الخدمة. بمعنى آخر أو بالأحرى، يعني في خلال 7-8 سنين جمهورية مصر العربية كلها إن شاء الله سوف تكون مغطاة بخدمات التأمين الصحي. وعلى فكرة أستاذ مصطفى، ده لازم، لأن الظروف الحادة أو الظروف الاقتصادية مش يعني في حاجات التأمين الصحي، حتى التأمين الصحي القديم النظام القائم بيقدم خدمات جليلة جدا والله. بيعمل عملية زرع أعضاء، بيعمل عمليات غسيل كلوي، بيعمل عمليات زرع كلى، بيعمل عمليات زرع نخاع، عمليات جراحية كبيرة جدا. وأيضا تقدم هذه الخدمات ليس فقط في مستشفياته، لكن في كل مستشفيات الجمهورية. طب احنا بنقيس ازاي يا فندم نجاح إصلاح منظومة التأمين الصحي؟ الرقابة والجودة يا فندم. يعني هيئة الرقابة والجودة والاعتماد هيئة مستقلة تابعة للسيد رئيس الجمهورية، بتتولى وضع المعايير وشرح المعايير دي لهذه المستشفيات، ثم بيجيب خبراء يراقبوا هذا، ثم بتروح تراقب هذه الأماكن للتأكد من أن الخدمات تقدم حسب المعايير الموضوعة في الاعتماد والجودة. كان آخر محافظة يا دكتور كانت محافظة الأقصر أظن اللي دخلتها حاليا المنتمين الصحي بيطبق في الأقصر وماشي بخطوات ناجحة جدا. وفي حتة مهمة القادم بقى قبل ما يتم تنفيذ هذا البرنامج، بيتم استكمال كل مقومات الجودة للمستشفيات أو المراكز أو العيادات أو أي حتة تقدم فيها الخدمة، معايير معينة. ويمكن كان في صور دلوقتي لمستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد، فهو بيتم تطوير كامل وشامل بحيث المواطن ياخد كل هذه الرعاية، يعني الحقيقة بكل جودة، بخدمة مميزة، بأسلوب رائع، بحيث يبقى في نوع من الرضا الكامل والشامل للمواطن أو المنتفع عن هذه الخدمة. صحيح. طيب ازاي بيتم تحسين حوكمة وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل يا فندم؟ بيتم فعلا كلها مميكنة. كل محافظة، يعني سيادتك قبل ما يبدأوا محافظة جديدة بيستكملوا كل المقومات التي تحتاجها هذه المحافظة لتقديم الخدمة، ورقمنا فيها كاملة، بحيث ان الداتا تبقى عندنا. هو ده الطريق ان احنا بعد شوية يبقى عندنا داتا عن كل حاجة في مصر. يعني ساعات الناس تروح مؤتمر علمي تقول انا ما اعرفش عندنا كم حالة كذا في مصر. انما النهاردة لما يكون في تأمين صحي شامل، في داتا موجودة كلها مبرمجة ومرقمة مرقمنة، هتجدي كل الداتا اللي احنا عايزينها موجود. ليه بقى؟ لان سيادتك سؤال التحرك ده مهم جدا. هو ده بيدينا خطة مستقبلية. انا محتاج كم مستشفى؟ محتاج كم سرير؟ محتاج كم سرير رعاية مركزة؟ محتاج كم حضانة؟ محتاج كمية دواء قد ايه للمرض الفلاني وهكذا. نشكرك يا دكتور، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. شكرا جزيلا يا فندم على مشاركتك معنا في صباح الخير يا مصر.